شكرا انه حولوا هذه المنطقه من مدينه حرب والغام الى مهرجانات ثقافيه رائعه. طبعا حبيت المكان والمدينة بحد ذاتها فيها طاقة إيجابية. طبعا مدينة العالمين يعني ما توصفش، مكان جميل جدا. بحر العالمين يعني رائع. مدينة العالمين نفسها حلوة، وحلوة إنه في مهرجان رياضة وفي انترتينمنت كتير هيبقى بيحصل. دي مدينة فعلا، مدينة كبيرة فيها كل حاجة. هي مدينة أحلى طول السنة، ويعني المية اللي موجودة عندنا دي مش موجودة في العالم. يعني يا رب تبقى العالمين طول السنة بقى. لا أنا سعيدة جدا بوجودي في المدينة، وسعيدة باكتشافها لأن هي الحقيقة مدينة رائعة وواعدة جدا جدا. مبهر يعني والله، حاجة جميلة والله، حاجة رائعة يعني. عجبني فكرة التطور، ان انت سافرت عملتي حاجة بتبني عليها، بتزودي، بتكبري. كلنا فخورين بيه وكلنا سعداء ان احنا عندنا المكان ده، شط من احلى شواطئ العالم. مبسوطين جدا، مبسوطين من الناس، مبسوطين ان في حاجة في بلدنا شبه كده. في 5 سنين تحولت الى منطقة جذب للمصريين. مدينة مبهرة، دي مدينة